تزال عمليات تهريب المازوت من سوريا إلى تركيا عبر الحدود المشتركة والمنافذ تشكل حالة استنزاف خطيرة لموارد الاقتصاد. في ظل غياب التنظيم والمراقبة تغدو المدن الشمالية شبه خالية من هذه المادة. في تهريب مازوت، في تهريب خضار، في تهريب طحين، في سرقات زيادة عن اللزوم، والعالم هون فقيرة زيادة عن اللزوم. يعني مي لا تشرب ما في، تستنى لحتى يصب المطر بتعبي الخزانات من ورا المطر من ورا التلج، وبدها تتدفى ما في مازوت، مازوت غالي. في عالم كتير 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 ما قدرت تشتري لتر مازوت، حق اللتر 170-175 ليرة، فبتضطر تشتغل بالحطب، تقطع حطب، تقطع الشجر، تقطع الزيتون اللي كانت تاكل منه قبل الثورة. الحطب هو البديل عن ذلك كله. يعمل الناس هنا على قطع الأشجار والتدفئة خلال فصل الشتاء كبديل عن الوقود الذي أصبح من مظاهر الترف في هذه الأحياء. يعني التدفئة صعب، أنه الإنسان حلم يدفع المازوت، صار حلم حي الواحد يدفع المازوت. كهرباء ما في، وما فينا نشغل المولدات على المازوت، المازوت غالي بسبب التهريب على تركيا. هذا الحطب هو حرق البيئة وحرق الطبيعة، بس نحن عم نستفاد منه انه عم نشيل الحطب اليبسان مشان ما يخرب الجبال، لانه اذا ضل بده يخرب الجبال، وبنبيعه للناس الفقيرين. لكن هذه المشكله تفاقمت دون حل ولم يعد الصمت عنها ممكنا، فبعض تجار الحطب بداوا بتهريبه ايضا عبر المنافذ الى تركيا ليزداد الوضع سوءا. بس في عالم كمان تيجي بتاخذ الطن بسعر وتروح بتبيعه بمناطق البعيده باسعار بالنار، هذا كمان حرام، لازم كمان يتحرم. شو بدي اقول لك، يعني فقر عالم عم تعيش منه، وعالم عم تتاجر فيه، وتتاجر فينا، وتتاجر في هالبلد كلياته. لم يتوقف الامر عند هذا الحد، فعمليه تهريب المواشي ايضا باتت ملحوظه في الاونه الاخيره. حتى الطحين اللي كنا بدنا ناكله، اللي كانوا لازم يبعثوا لنا اياه من هني، وعم بيقولوا انه يبعثوا لنا اياه من تركيا، كلياته عم بيضل بتركيا وعم ينسري. عمليات تهريب تودي بالحياة الاقتصادية والزراعية من جهة، في حين يفتك البرد بشعب غير قادر على شراء المازوت أو الحطب، مشكلة تظهر للعيان بوضوح منتظرة حلا ينهي تنقل الثروات السورية إلى الجوار.